بغيتوا تعرفوا شنو كان زهركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا نكتشفوا جميع. ونبداو ببرج العذراء. غيكون لك دور بناء في تلطيف الاجواء المهنيه، وغتقرب المسافه بينك وبين الاشخاص، وتسهل عليك اللقاء والحوار والمصالحه. وفي حياتك العاطفيه ربما تحس بتعارض بين مطالبك الشخصيه ومطالب الاسره ديالك، واذا كنت ناوي الذهاب لشي مكان للتسليه والمتعه هاد الليله استمتع بوقتك، ولكن خصص جزء من هذا الوقت للاسره ديالك. ونمشيو لعند برج الاسد. ممكن اليوم تطمئن خواطرك وتختفي الاجواء السلبيه، واخيرا غتخرج من العزله ديالك وتختلط بمحيطك، وبالتالي تعرف على اشخاص يلفتوا انتباهك. وبارك عليك من الصهير والتكايس على راسك في الخدمه، فما عليك غير بالاسترخاء واللجوء للنوم بكري. وعاطفيا، مقارنتك لفكره الزواج اختلفت اليوم على اللي كانت عليه سابقا، بالاضافه لاتخاذك بعض التعديلات. وبالنسبه لبرج السرطان، اليوم مرتاح مع راسو، كيتمتع بجو مريح واخبار زوينه غيسمعها كتعلق بعمله او بشي مهمه، وهدوء وتوازن صحي كينتظروه، وفي نفس الوقت كيعيش حاله من الاثاره الفكريه والعصبيه حيت متحمس بزاف لامر عاطفي او مهني، وكتشعر بنفسك جذاب وفي افضل حالاتك عاطفيا، وكانك خضعتي لعمليه تغيير شامله، فتغير الصوره في نظر الشريك صبحت اكثر وضوح من قبل. ونجيو لعند برج الجوزاء. افتح ودنيك وعينيك للاطلاع على جديد كيخص اعمالك، فممكن تخوض تجارب استثنائيه وتخلص من التوتر في الاجواء. وانتبه لسلامة صحتك وعالج مواضيعك بهدوء، وما تنفعلش امام ابسط الامور. وحياتك العاطفيه غتكون من المواضيع الرائده، كتسعى لاقامه علاقه اقوى. الله يعاونك. وسعدات برج الثور، غتسمع اخبار تفرحك بزاف وتفرج همومك، وحتى العلاقات العدائيه بينك وبين الزملاء في المهنه غتزول نهائيا اليوم. كيف ما غتحس ببعض الالم العابره، يستحسن تنتبه لنوعيه طعامك، والمفاجات هي سيده الموقف في حياتك العاطفيه هذا النهار. وممكن تحول علاقتك بشخص التقيتيه اخيرا لقصه حب حقيقيه. وندوزو لعند برج الحمل. تجنب إثارة الشكوك وانتبه للعيون اللي غتسلط عليك، وحذر مخالفة القانون وتجنب الجدل والانفعال، فضغوط العمل كتدفعك للانعزال على الشريك اللي كيخفف عليك همومك المهنية، وكيرفع لك معنوياتك ومشاعرك العاطفية اللي تراجعت في الآونة الأخيرة لاستعادة حب الحياة وفرح اللقاء. عليك بالتردد للأماكن الهادئة البعيدة عن الضجيج. وبرج الحوت مالئ بالطاقة وكيبغي فرص التحدي اللي كيخلقها في كل يوم جديد، وجريء في الكلام، ولكن العصبية الزايدة غتضرك بزاف، فقلب على الهدوء باش تكون أكثر قدرة على المواجهة. وعاطفيا، ما تندفعش نحو الشريك بلا ضوابط، فهذا غيخلق عنده بعض النفور منك وغيخليه يتجنبك باستمرار. اما برج الدلو، اليوم داير فيها محقيق، كتقلب على العمق وكتبحث على شنو مخبي لك الامور، وكتقوم مقارنه بين الاحداث والاوضاع اللي كتواجهك اليوم واخرى واجهتك في السابق، فخصك تاخذ الامور بهدوء ورويه اكثر، والعمل على الترفيع على نفسك، حيت الا بقيتي هكذا غادي تسطي راسك. وعاطفيا، كتعاني من الشكوك والغيره على الشريك، وهادشي غيزيد يعذبك ويخليه ينفر منك، بل بالعكس خليك واثق في نفسك ومنه كذلك. وبالنسبه لبرج الجدي، خصك تثابر باش تمكن من تحقيق كل ما كنتي كتحلم به منذ مده، وخصوصا ان الفرصه متاحه اكثر اليوم. عندك مواهب ومهارات كثيره، ولكن ما كتعرفش كيفاش توظفها، فخصك تقوم بعمل قائمه وتكتب فيها مهامك، ومن بعد رتبهم حسب الاولويه. وعاطفيا، بعض المشاعر غتشكل عبء عليك في علاقتك بالشريك، فخذ الحذر ديالك. ونجيو لعند برج القوس. الظرف الراهن كيفرض عليك الحذر، لكن هادشي من بعد غيتبدل مصلحتك، وراك ماشي مضطر اليوم لاثبات اي حاجه لاي شخص من حولك. ممكن تحس انك تحت ضغط كبير وعندك كم هائل من الاعمال الشاقه، فخاصك ادراك ان المشاعر اللي كتطلب احترافيه وابداع من الصعب انك تنجزها اليوم. وعاطفيا، غتلاحظ ارتفاع في منسوب الرومانسيه ديال الشريك ديالك. وصلنا لعند العقرب. اجواء من الارباك والفوضى والتاجيل والتسويف كترافقك، وغيكون حديث على ممتلكات وعائدات ماليه واعمال بيع وشراء. ووضعك الصحي اجمالا جيد، وما كتشكي حتى من شي مشكل صحي الحمد لله. في حياتك الخاصه، كتساعدك جدوى حياتك المهنيه بعد ما خفت شويه نتيجه رغبتك في اللهو والتعرف على اشخاص جدد من خارج محيطك. ونختموا ببرج الميزان. انجز بعض المشاريع الماليه بهدوء وانفتح على مقاربه جديده، وحسن مزاجك وحيط نفسك باشخاص منفتحين، وما تنساش تركز اهتمامك على صحتك وراحتك الجسديه، وتهتم اكثر بالرياضه، وتعتمد على نظام غذائي وحياتي سليم. وعاطفيا، كتسعدك الاجواء وكتشعر بالقوه، وكتفيض اليوم بالحب والشغف، وشكون في حالك غتسمع كلمات زوينه واطراء غير معتاد من الشريك. هذا مشاهدينا، عرفتوا شنو قال زركم اليوم؟ وغادي تعرفوا شنو كيقول زركم غدا مع ايمان على شوف تيفي.